كنتجو كسكسو، كسكسو بانواع ديالو، كاينه البلبوله، كاينه البلبوله بالاعشاب، البلبوله بالتوابل، بالشعير، القمح بالعشوب، القمح كومبلي، والبلبوله بالعشوب. وهاد العامين الاخرى اللي كانت شويه كان الجفاف كان ناقص، عندنا شويه الزرع وديك الشيء كان شويه كان ضروا في المواد الاوليه، والزرع غالي. دابا كنجيبوه ب 14000 ريال الامطار. باش كنجيبوه؟ كنا كنجيبوه 6000 7000، دابا اليوم 14000 ريال الامطار باش كنجيبوه، بلا النقل ديالو، بلا الطحين ديالو، بلا ديك الشيء. هادي دابا كيجي غير الزرع من البلاصه ديالو. كنا كنبيعو ب 1000 فرنك، دابا كنبيعو ب 15 درهم، وديال الاعشاب كنبيعو ب 20 درهم. الولات عاوتاني اللي فيها الاعشاب كنبيعو ب 20 درهم، اللي ما فيهاش كنبيعو ب 15. الجفاف اثر بزاف لينا على المنتوج ديالنا وعلى المنطقه بزاف، وخاصه هذا المنتوج ديال الورد هذا العام ما كاينش، نقص بزاف تقريبا اكثر من 50% على حساب الفدادن 100% مشاو. وكاين دابا غير الجرادي اللي عنده شي جرده ولا شي شي, شي فيرما فاش باقي شويه. كاين الغلا عاوتاني هذا العام، الغلا ديال المنتوج كنا كنشريو الكيلو بديك 20 درهم تقريبا بحال هكا، دابا راه وصل 30 درهم هذا العام. وانا نقطر داك الكيلو ب 30 درهم، والمصاريف ديالو والخدامات المهم كانت علينا بديك تقريبا بديك 60 درهم هكاك. وانا كيف شحال غندير غنبيع داك الليتر ديال الماء؟ ما كاينش اللي يعطيك الثمن. بالنسبه للانتاج هذه السنه يعني رغم يعني كاين ظروف مناخيه يعني قله التساقطات، الانتاج قليل شويه هاد السنه هذه، ولكن الحمد لله وفرنا يعني الكميه الكافيه طيله هاد الايام بالنسبه للعرض. بالنسبه للطلب فيعني من خلال اليوم الاول يتضح ان هناك كاين اقبال على هذه المنتوجات هذه المحليه. بالنسبه لهذه المناحل هذه يعني الخلايا ديال النحل، كل غله يعني خاصك تدي للمنطقه، بحال مثلا دابا الليمون، حنا من المنطقه ديال ايطب عمران، يعني بالنسبه للغله ديال الليمون كنتنقلوا الاولاد بالرحيل يعني تارودان، يعني كنحطوا النحل تما واحد المده يعني باش يرعى على دوك النواره ديال الليمون باش يدير لنا الانتاج ديال العسل. كاين يعني عندنا بحال الدغموس بحال الفرنان، هذوك عندنا في المنطقه ديال ايطب عمران، منطقه جبليه معروفه يعني بهذه النبتات هذه اللي هو العسل ديالها كما كتشوفوا راه كاين عندنا هنايا. يعني هاد السنتين الاخيره يعني الظروف المناخيه يعني اثرت على هاد النحل هذا، يعني ما كاين لا تساقطات، لا يعني قله التساقطات، يعني فاش كيكون تساقطات وكيكون الربيع وكيكون يعني كيلقى النحل فاش كيرعى العام الانتاج قليل شويه، لان الا كان الانتاج قليل كتكون الاسعار شويه مرتفعه، ولكن ماشي ارتفاع يعني غير ارتفاع نسبي. المجموعه ديال التنافس الاقتصادي حست بواحد النقص في الانتاج، وهذا الانتاج رجع للجفاف، نقص تقريبا اكثر من 50%. السنوات دابا هاد العامين تقريبا 50% اكثر من 50% باش نقص الانتاج. يعني لقينا واحد الصعوبه، الاولى شويه كان كاينين شي ناس بعض التعاونيات عندنا شويه الزيتون المشقي هما اللي شويه كان يعني غطوا واحد الحمل ثقيل على بعض المتعاونين. النقص في الانتاج ديال الزيتون ادى الى ارتفاع زيت الزيتون على الصعيد الوطني. كانت زيت مثلا في 2022 50 درهم، دابا ولات من 100 درهم، هذه البكره الممتازه يعني وصلت حتى ل 100 درهم. بالنسبه لهذا العام، هذا العام يعني الزيتون جات الشتاء في وقتها، يعني دابا الزيتون راه زهر، تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون الجو شويه مشمش ويعطينا شويه ديال الرياح باش تلقح بيناتها، ونطلبوا ثاني ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى في شهر 9 باش الثمار تيطلع باش شويه يغلط شويه الزيتون. دابا كي تشوف هو هذا رقيق، بدا طاحت الشتاء شهر 9 غادي يكون الانتاج مزيان والكاليبر حتى هو مزيان.